إنهم قطعوا صال الوطن والقدس معزولة عن محيطها الجغرافي، وبرغم إن الضفة محرومة وغزة محاصرة وما باليد حيلة، إلا إن القدس مش لحالها، سندها وعزوتها الداخل الفلسطيني المحتل. وللأمانة أثبتوا فعلاً وقولاً إنهم عند الفزعة العون والمدد. اليوم إحنا بعاد 84 كيلو عن القدس، موجودين بطيرة المثلث. كان المفروض نستقبلهم بالقدس، ولكن فكرنا فيها شوي وقلنا لهم استنونا جايين، مستحيل نضيع المشهد المهيب، لأنه مش باص ولا باصين ولا ثلاثة جايين لك يا أقصى قوافل. الانطلاق الساعة 5، جاهزين؟ بس خلينا نورجيكم الجماعة شو محضرين. رمضان كريم يلعاد علينا وعليكم الصحة والعافية. موجودين معاكم بطيرة المثلث. يا عميت أهلا وسهلا. وعمالنا منشوف التحضيرات على قدم وساق صراحة. فكيف الهمة وأكم من وجبة اليوم حضرتوا وشو اليوم بدكم تفطروا الصايمين؟ طيرة دائما كانت سباقة بهمة شبابها في التبرعات في قوافل الأقصى. فإحنا اليوم جاهزين 200 وجبة لأربع بصات اللي هن طلعت على الأقصى اليوم إن شاء الله. وشو محضرين لهم أكل؟ محضرين لهم قولاش، لحمة أجر طبعاً، محضرين لهم كفتة وصدر دجاج مع خضار. جميل طبعاً جداً. مع رز، مع طبيخ لبن، مع طبيخ بالزيلة، مع سلطات، مع مخللات، كل هاي بيجي وجبة كاملة يعني متكاملة بتطلع على أقصى معنا. عادي يعني أنتم مش عم بتحضروا لعشر أشخاص، اليوم في تحضير لأعداد كبيرة، فكيف بتم التحضير؟ من إمتى بتبلشوا؟ شو كيف آلية الشغل؟ أنا طبعاً ما بحضر كل الكمية اللي رايحين نطلع على الأقصى اليوم، يعني اليوم طالعين 20 باص على الأقصى اللي هم تقريباً 1000 لـ 1200 شخص. لـ 1200 شخص أنا بحضر بس 200 وجبة. وفي كثير من أهل الطيرة طبعاً، مطاعم الطيرة، الطباخين الموجودين في الطيرة برضو بحضروا هذا الأكل. كيف استعداداتكم عادية؟ يعني احكي لي من الصبح كيف بتبلشوا تحضروا؟ إحنا بنبلش بالساعة 7 الصبح، 6:30 لـ 7 الصبح بنبلش نفرم في السلطات، بنبلش نجهز في اللحمة، وبنبلش نحط في اللحمة على الغاز، وبالأفرام بنحط فيها ومنجهز السلطات تاعتها، ومنجهز يعني من الساعة تقريبا 7 الصبح نجهز فيها الأكل. يعني عم بتقول من 6:30 الصبح عمالكم بتبلشوا في الشغل وبتباشروا فيه، فاحكي لي قديش متعب، ولكن قديش هذا التعب فيه لذة، لأنه الإفطار صائم وهذا هدف نبيل جدا. هذا شيء مقدس بالنسبة لنا، وهذا الشيء ببسطنا كثير وبريحنا كثير، فلهيك احنا ما بنحس إشي رباني، يعني لا منحس في عطش ولا منحس في جوع ولا منحس في أي شيء، مع إنه كل اليوم من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 4 العصر قبل ما يطلعنا البساط على الأقصى إحنا واقفين ورا الفروني ورا الغازات، بس ما منحسش ولا إشي، الحمد لله رب العالمين. عن شد الرحال إلى الأقصى وإعمار الأقصى حدثنا بشير. إحنا قمنا هذا المشروع من قبل 13 عام لشد رحال المسجد الأقصى، من منطلق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا، المسجد الحرام، المسجد الأقصى. من وين بجيب مشروع قوافل الأقصى التمويل لهيك أعداد كتير كبيرة من الحجاج؟ هو تمويل من تبرعات أهل البلد اللي بيطلع منها القوافل. إحنا اليوم بمنتصف رمضان، ولكن مع نهاية شهر رمضان قديش بوصل عدد الحافلات اللي بتم تسييرها؟ ما يقارب 1500 حافلة. اليوم انت ومين من عائلتك الكريمه شادين الرحاله الاقصى؟ احنا تقريبا 10 افراد من العائله، وكل عائله معاها تقريبا 10، ما بين 10 ل 15 فرد، ان شاء الله طالعين اكثر من 20 باص. قديش الواحد بيكون يستنى بالدقيقه؟ اكيد متشوقه، ومش بس انا لحالي متشوقه، وبنستنى هذه اللحظه ان نمرق من اسواق الاقصى، نمرق من الزوايا الأقصى كلياتها، نمسي على الناس هناك. بنحب برضو نشجع ونشتري كل حوايجنا اللي بدنا نروحها معانا، على أساس كعك القدس. أكيد كعك القدس لازم نروح بكعك القدس، يعني مستحيل واحد شد الرحال وما يروحش بكعك القدس، مستحيل يعني. دلال عمرك 16 سنة، مزبوط؟ العمر كله كل سنة بتروحي تشد الرحال للأقصى؟ فرح 14 حد ما رح الأقصى. شو بتعملوا بالقدس غير الصلاة بالأقصى والإفطار بالأقصى؟ أول شيء بنروح نفطر، بنصلي ركعتين، بنمشي بالأقصى، بنروح السوق، بنروح البلد على باب العمود. بروح أصلي، أروح على باب العمود. كل سنة أنت سالم؟ أنت سالم. إيش بدكم تفطروا اليوم؟ فلافل. بدك تشتري كعك القدس؟
بتحب كعك القدس؟ قديش بتحب القدس؟ مليون. كيف التحضيرات؟ الحمد لله تمام. على قدم وساق؟ على قدم وساق. وتفضل اليوم 20 باص طلعت من الطير لوحدها. طول السنة بضل استنى بأيام رمضان عشان أنا بشتغل، وفضلش دايماً إني أطلع على الأقصى، ما بصدق برمضان الحمد لله. اليوم الطيرة كلها وين رايحة؟ على القدس. وقديش أنت متحمس؟ كثير كثير، يعني ربنا الله لو أني أطلع كل يوم على القدس بوخرش. بسم الله ما شاء الله، يعني 20 باص زي ما انتم شايفين متحضرين من طيرة المثلث في الداخل الفلسطيني المحتل للإقلاع إليك يا أقصى. بلشت الحشود تتوافد، أكثر من 1000 قلب ناطف للقاء الأقصى. الطريق المفروض تاخذ لها ساعة ونص، بطبيعة الحال الاحتلال ما بيروق له هذا المشهد وبيحاول كتير مرات يزق غلبته ويعرقل المسير، فربنا يسهل ومنقول يا الله شدوا الأحزمة لشد الرحال وهلموا إلى الأقصى. عصام يعطيك العافية، كل سنة وانت سلمين. شو بتحدثنا عن هذا المشروع وهاي المبادرة الطيبة؟ هذا المشروع طبعا أقيم منذ 20 عاما ما يقارب من الداخل الفلسطيني، مشروع طواف الأقصى، مشروع طبعا تمكيني. الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الله أكبر تمكيني. هي ضرب المدفع كمان على مسامع الناس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذا مشروع عظيم، مشروع أمة، مشروع في تحفيز نشد الرحال، نملئ بائحات وساحات الأقصى. مشروع قوافي الأقصى ليست مقتصرة على شهر الفضيل فحسب. نعم نعم، هي طوال السنة، ويا ريت تحدثنا عن هاي النقطة سواء في الأقصى أو حتى مبادرات الخير اللي بتعملوها بالقدس. مشروع قوافي الأقصى على مدار السنة دعم وتمكين أهلنا في القدس. يعني في عنا قافة السعادة للأطفال، في عنا دعم للأيتام، في عنا عائلات متعففة هنا نساعدهم الحمد لله. الأقصى لولانا يتيم، الأقصى لولانا ما رح يقدر يوقف على حيله، أكيد محمي من رب العالمين، ولكن شو الرسالة اليوم بتوصلها لكل فلسطيني قادر يوصل؟ أنا أقول إنه من ذاق عرف، ومن عرف اقترف، ومن اقترف اعترف، ومن اعترف أدمن ما عرف. أنا بدعو الناس تيجي بس مرة واحدة وبتشوف قديش ممكن يكون عند الإدمان هذا إن شاء الله في الأقصى. وأقصى مغناطيس يعني بيجذبك لإله، يعني كل ما أجد أكثر كل ما أنت عشقته أكثر. الأقصى قطعة مني صار ما بقدر الحمد لله. هذا اللي أسألك يا، شو بنعيني لك الأقصى؟ كل شيء، كل إشي الأقصى هو، كل إشي هو حياتنا ودنيانا وآخرتنا، هو جنة الله على الأرض. كل تراب على الأرض بنداس لتراب الأقصى، حبة حبة بنباس. نشرح قلب الأقصى ونردت الروح للقدس بضيوف الرحمن اللي واصلين. وبالله عليكم قديش لما شفتوا القوافل المسيرة باتجاه القدس حضر مشهد تحرير فلسطين وعودة اللاجئين اللي رسمتوه يوما ما بخيالكم، ويما ما أقواها من رسائل بيفهمها ضمنا مين من سنين عم يسعى لقطع الإجر الفلسطينية عن العاصمة، ولكن أبى الحق إلا أن ينتزع نفسه في العاصمة ويقرنها بالأولى والأبدية وخليها عجبينك بصمة.